السلام على صاحب الأرض وعنوان شموخها سيدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. السلام على قمر العشيرة سيدي أبي الفاضل. مقام سماحة المتولي الشرعي العتبة العباسية المقدسة الداعم والراعي لهذا الحفل. الحضور جميعا بحب العناوين والألقاب المباركة، أهلا ومرحبا بكم. سلام من أرض القباب الذهبية وعذوبة تراتيل الدعاء إلى الوافدين علما ومقاما في رحاب أبي الفاضل، والساعين لمؤتمر علمي رسالي وطني رصين. سلام تحمله القلوب وتبصره الأعين وتسعد به الضمائر، يرسل إلى حضرة صاحب الفتوى المباركة مرجع الأمة السيد السيستاني. ولكم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاق فعاليات مؤتمر فتوى الدفاع الكفائي بنسخته الأولى بآيات بينات عطرات من الذكر الحكيم للقارئ الموفق السيد حيدر البزوني، نستقبله وإياكم ببركة محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من
وبرعاية العتبة العباسية المقدسة وتحت شعار الدفاع الكفائي عقد من العطاء والبناء، تقيم فرقة العباس عليه السلام القتالية وبالتعاون مع كلية العلوم السياسية جامعة بغداد المؤتمر العلمي الأول بهذه الذكرى، وبمشاركة طيبة من حملة راية العلم والمعرفة والبركات محمد وآل محمد. بينما كان العراق يعتصر ويحتضر ويتلاشى وينتظر وينزف وينهمر وينتهك وينفجر ويتوزع ويحتسر ويبكي ويفتقر ويصارع ويفتخر ويقاوم ويستبشر، أتى النداء. إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه،
وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي. وإن من يضحي منكم في سبيل الدفاع عن بلده وأهله فإنه يكون شهيدا. رسالة تلقفتها صياقل الألباب، وتلذذت فيها أعين الغيارى، وسرت بها قلوب النشامى، فكانت بلسان فصيح ومعنى عتيد طرزت في الوطنية، وحولت الخوف إلى طمأنينة، والحزن إلى بهجة. الله أكبر، أي فتوى زلزلت؟ الله أكبر، أي فتوى زلزلت أمرا لداعش في الزمان وجاني؟ هي هيبة للمرجعية لا ترى أهلا لها في حاكم سلطاني. نقف وإياكم أيها الأحبة استذكارا إلى الشهداء السعداء الأبرار من شهداء الفتوى وشهداء عراقنا الحبيب. وقفة يتضمنها نشيد العراق الوطني ونشيد العتبة العباسية المقدسة، مسبوقا بالفاتحة إلى أرواحهم الطاهرة. لهذه الوقفة المباركة. كلمة العتبة العباسية المقدسة تلقيها عضو مجلس إدارتها ورئيس هيئة التربية والتعليم العالي فيها الأستاذ الدكتور عباس رشيد الددى الموسوي. نستقبل وإياكم بمحمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الذكر وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد. السلام عليك يا
يا صفوة الخلائق أجمعين، السلام على عراقنا الموحد وعلى آية توحيده الكبرى السيد السيستاني أدام الله بقاءهما. السلام على رجالات الفتوى أحياء عند ربهم يرزقون أو أحياء بيننا. السلام على الفتوى وذكراها وعلى كل من يحتفي بها هنا وهناك وهنالك، ورحمة الله وبركاته. وبعد، فننتظر معكم هذه الذكرى المباركة كل عام لنجدد بها عهدا وموثق صدق مع من أوكلته العناية الإلهية أمر أمان البلاد وأمنه، أعني سيد الفتوى وحشد الملبين لها، لنقول لا شيء في الوجود يعدل النصر، لا شيء، لا شيء في الوجود كله أكثر أهمية من النصر سوى المحافظة عليه، نعم المحافظة عليه. وإذا كان إدراك النصر في تلك المعركة المصيرية صعبا ولم يتحقق إلا بمشقة، فإنما هو أشق منه هو المحافظة، هو المحافظة على النصر نفسه. وفي زمن المحافظة على النصر علينا أن نؤمن أنه أي النصر من نعم الله التي لن تدوم إلا بالشكر. فالحمد لله الذي أرضى بيننا بالحق وأورثنا أرضنا نتبوأ منها حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وما بعد الشكر سوى الوفاء، نعم الوفاء للفتوى ولصاحبها ولجحافل الملبين. أما صاحبها فهو من تلك السلالة المطهرة التي لا تريد منا جزاء ولا شكورا، فهو يطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى بالاقتصار عليها والإعراض عما عند غيره من الجزاء المطلوب. نعم سيد النجف حين حمل العراق كل العراق في سفينة الفتوى واستنقذه من طوفان ذلك الزمن. وأما رجالات ذلك النصر فعلينا أن نصون لهم حقوقهم، وأولها ألا نبخسهم دورهم الفاعل في التحرير، فلولاهم لكان العراق مناجم من جماجم كما عبر لسان حال وكيل المرجعية الدينية العليا. فيوم ذاك زمجرت رياح الموت وعلى عصف الغياب ودوى في الأركان، ورأينا رأي العين شرادم الأرض وشذاذ الآفاق يختصبون الوطن قطعة تلو أخرى ويعيثون فيه فسادا ودمارا، فدنسوا قدسية وطن الأنبياء والأوصياء، وعتم بهم وبسوادهم مشهد الحياة، وتمددت نيرانهم لتلتهم الحرث والنسل مخلفة سخاما وسوادا ولا شيء سواهما. فتدافع الملبون بسواعدهم السمراء على مقرات التطوع، ولم تمنعهم قلة ذات اليد بل انعدامها من أن يقتربوا ثمن سفرهم صوب موت محكوم، وتزاحموا حول قاطرات النقل كأنما يتزاحمون على عين ماء في صحراء، وسيقوا إلى خط النار كأنما يساقون إلى الجنة زمرا، خرجوا أفواجا وأسرابا كالطيور، وتسابقوا للوصول إلى خط التماس مع داعش كأنما هم على موعد مع خزنة الجنان ليقولوا لهم
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لقد عشقوا الحسين عليه السلام وكانوا مثالا ناصع، وصاروا مصداقا لما لاكته ألسن الموالين عبر الأجيال المتعاقبة من قولة يا ليتنا كنا معكم، ولكنهم صدقوا القول وطابق الخبر اعتقاد المخبر وطلبوا وجه ربهم، فأرانا الله في الآفاق وفي أنفسهم دلائل أنهم من خاصة أوليائه. ألم يقل سيد الأوصياء عليه السلام إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وشدوا للموت الحيازين وحرموا اللذائذ ليلتذ بها غيرهم، ودارت بهم دوائر فمن جلت الغبرة إلا وقد بلغوا الفتح المبين، وماتوا لتحيا بموتهم أمة بأكملها، وعاشوا بيننا ليكونوا شهداء على النصر وليكون العراق عليهم شهيدا. نعم، فهؤلاء والنصر قرينان وهما صنوان لا يفترقان، علينا لا على غيرنا أن نفيهم حقهم، هم جديرون بالوفاء هنا حيث سيد الوفاء أبو الفضل العباس عليه السلام وخدمته الذين تطمح بهم آمالهم إلى أن ينتهجوا نهجه ويستنوا سنته فيوفون حق الفتوى وصاحبها، فيؤلفون بحوثا يوثقون بها سيرا من نثروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ويدونون التضحيات ليصونوها بين دفتي صدورهم وفي قفص الغلو. كذلك فمن إمارات الوفاء للفتوى ولهم أن يقيموا لها مهرجانا كهذا ليس من باب الوفاء لهم أحسن، وهو يليق بهم وأجدر بهم، بل لأن الأخوة في العتبة العباسية المقدسة يؤمنون بأهمية توثيق كل ما رافق وتل الفتوة المباركة التي صدحت بها حنجرة المرجعية العليا، كما يؤمنون بخطورة عدم التوثيق لأنه سيفتح بابا واسعا للتزوير والتدليس تحت نوازع شتى وأمزجة وأهواء شتى، لا سيما في ظل احتراب ظاهر ومضمر من هذا وذاك. ذلك التوثيق الذي أراد له سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي أن يصون الصحائف التي أرخت بمرحلة الفتوى من عبث أياد الزمان والأقلام المأجورة التي بها تنحرف الحقائق وتنقلب الموازين وتغيب المصداقية، كما نص في كلمته التي قدم بها لسفر الموسوعة الخالد: لقد أردنا في جميع نشاطاتنا المتعاقبة وهذا منها أن نوثق تلك اللحظة من صدور رجالاتها وعلى مقربة من فضاءاتها وتحت عين زمانها، كي لا ندع فرصة أو مجالاً لأهواء أعدائها بنسج ما يريدون من تشويهات وأباطيل ضالة مضللة. نعم، فالمهزوم إن لم يقم بدافع الانتقام بلملمة أجزائه فإنه سيلتمس إليها الوسيلة بقوة ناعمة أو دون ذلك، هو أو أعوانه. كذلك فثمة انتهازيون يصادرون كل نصر لحسابهم
وثمة أطراف تشرئب أعناقها لاقتناصه وخطفه حينا وحينا لاستثماره وحينا بتجفيف الحوادث وتحريف الانتصارات من أجل تصغير عظيمها في عيون التاريخ. وختاما مثلما نزهو بالنصر ونتنعم به لنا وللعراق أجمع أن نفخر أن منا صاحب الفتوى وأن منا حشد الملبين لندائها. شكرا لكل من كان وراء هذا النصر وهذا الزهو وهذا الفخر. شكرا للجان التحضيرية والعلمية، شكرا للباحثين، لكل من حضر من أجل أن نفي الفتوى وصاحبها وحشد الملبين لها حقوقهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأمانة العامة العتبة العباسية المقدسة ورؤيتها على هذه الكلمة المباركة. لازلنا وإياكم في رحاب المؤتمر العلمي الأول والذي يقام تحت شعار الدفاع الكفائي عقد من العطاء والبناء. والآن مع كلمة السيد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور عادل الدوي عميد كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، يتفضلوا إلى المنصة ببركات محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الألفاظ، نحمده تبارك وتعالى حمداً يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات. أما بعد، الحضور الكريم مع حفظ المقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المؤتمر الكريم وفي هذا التجمع المبارك البهيج وفي هذا المكان المقدس، كربلاء الحق، كربلاء التاريخ، كربلاء الصوت الناطق، كربلاء الشهادة، يسرنا نحن كلية العلوم السياسية جامعة بغداد أن نقدم الشكر الجزيل لكل القائمين على هذا المؤتمر وما يقدمونه خدمة للوطن والفكر والعقيدة والحق. الشكر للعتبة العباسية المقدسة بكل مفاصلها، من قادتها الأجلاء إلى جنودها الأوفياء. وفي ذكرى الحق، ذكرى الفتوى المباركة التي كانت الفيصل بين الحق والباطل وحمت العراق من الشر والظلمات، فقد جاءت المبادرة من العتبة العباسية المباركة وفرقة العباس القتالية لعمل المؤتمر يسلط الضوء على الفتوى الشريفة ودور المرجعية في قيام الأمن والاستقرار وثماره العطاء لبناء العراق العظيم والنهوض بكل المفاصل المؤثرة في قيام الدولة. كانت وما زالت المرجعية الدينية تحتضن أبنائها عبر وجودها التاريخ الطويل، فمارست حضورها الفاعل في الحفاظ على أمن العراق وسيادته وحماية وجوده التاريخ العظيم، والتاريخ يشهد على ذلك. ففي الأمس القريب مر العراق بمرحلة مفصلية تاريخية، فكان للفتوى الأثر الكبير في عبور المرحلة التاريخية والمفصلية نحو التخلص من الشر والحفاظ على وحدة العراق وتحرير الأراضي من الأعداء وحماية الأبناء، ومن ثم ترسيخ القيم الوطنية. فسطر الشعب العراقي في قيادة مرجعيته الدينية في النجف الأشرف أبهى وأزهى عنوانات النصر، ومن ثم تعظيم العقيدة الدينية والالتفاف حول القيادات الدينية المتمثلة بالحوزة العلمية في النجف الأشرف لما لها من أثر في صناعة الإنسانية وديمومتها.
لم تقف الفتوى على مرحلة النصر، بل تعدتها لحدود أعلى تمثلت في رؤيتها الواسعة والعميقة نحو العطاء وترسيخ فكرة البناء والمحافظة على ممتلكات الدولة والشعب، فانطلقت نحو بناء عراق جديد يتصل بجذور الماضي ويسير نحو المستقبل بثبات. فلم تقتصر على الجانب الأمني، بل كانت النشاطات التي تقودها العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية لها الأبعاد الظاهرة منها والخفية في بناء الإنسان. فعماد الوطن هو المواطن الذي يلتف حول قادته ورموزه، فرسخت القيم العليا وثبتت المواطن على السير في الطريق الصحيح. ومن ثم كان الحركات الفكرية والمؤسسات الثقافية والعلمية والاقتصادية وغيرها التي تقودها العتبة العباسية المقدسة البعد الثقافي الكبير على العقل الإنساني عبر ما تقدمه من مؤتمرات وندوات علمية ومشاركات هادفة تشخص الأبعاد الثقافية وربطها بالتراث العراقي والإسلامي. فكانت مؤسسات التراث والتحقيق والمدارس والأكاديميات المتخصصة وغيرها تمارس دورها في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإسلامية والحفاظ على سيادة الوطن. وكذلك لا ننسى فرقة العباس القتالية ودورها في وقاية وحماية البلد من خطر الأعداء، ولم يقتصر دورها على جبهات القتال، بل كان حضورا مميزا ولافتا في المساعدة والبناء. وما هذا المؤتمر إلا استمرارا لما تقدمه الفرقة من دعم فكري وعلمي للوطن ومؤسساته. تبارك الله بتلك الجهود الظاهرة منها والخفية، وشكرا للقائمين على هذا المحفل العلمي. ونحن باسم كلية العلوم السياسية جامعة بغداد نتقدم بأجمل العبارات وأطيب الكلمات للقائمين على هذا الجهد الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور عادل الدياوي عميد كلية العلوم السياسية جامعة بغداد على هذه الكلمة. رجال وضعوا الله نصب أعينهم والعراق هدفهم، وحماية أرضه عنوان فخرهم، شجعان الميادين وفرسان المعارك وسفراء فتوى الدفاع الكفائي، إنهم أبطال حشد المرجعية والتي نستظل بظلها ونستن بسنتها، فهم أقسموا على الشهادة وحفظ أرض العراق، ولسان حال المقاتل فيهم في أرض المعركة يقسم ويقول: قسما بمرجع أمة ذهلت به، قسما بمرجع أمة ذهلت به، كل الطوائف بادلته توددا بضلوعه، حضن الكنائس مثلما حضنت يداه على الرعية مسجدا، قسما بعرش إلهنا وبرسله، قسما بمن بعث النبي محمدا، باق كما بقي الكفيل بطفه، باق كما بقي الكفيل بطفه أسدا وكان بموته مستأسدا، أتفقد الأطفال بعد مسيرتي، ويسرني من قال دمت مؤيدا، وأمر بين الخيام كفارس، وأعيد أنفاس الكفيل مجددا، وطني أتيت محتشدا بعقيدتي، كيما أطاول في السما الفرقدا، سأسر من قسم الرغيف بكفه، وأسر مرجعا لشيبته الفدا. المنصة لكلمة فرقة العباس القتالية يلقيها معاون الأمين العام لعتبة العباسية المقدسة وقائد فرقة العباس القتالية الشيخ ميثم الزيدي. استقبله وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحضور الكريم جميعا مع حفظ المقامات الكريمة والألقاب الشريفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم هذه الذكرى العطرة. نحن نشهد هذا العام العقد الأول من الفتوى المباركة للمرجع الأعلى آية الله العظمى السيد عيين الحسيني السيستاني. هذه الفتوى المباركة التي حفظت البلاد والعباد ودفعت هذا الشر الداعشي الخطر الذي كان يهدد وجود هذا البلد ووجود هذه الأمة ووجود هذه الحضارة وهذا التاريخ. وما هذا النداء الذي أطلق من النجف الأشرف إلا هو حقيقة نداء طاهر مبارك ينبثق من عمق هذه الحضارة وهذا التاريخ، انبثق وعلى من مرجع الفتوى السيد السيستاني دام الله ظله، ووفق هذا الشعب للاستجابة الكريمة المنقطعة النظير لهذه الفتوى المباركة. طبعا نحن في فرقة العباس القتالية ارتئينا في هذا العام أن نتشرف وأن نحتفي بهذه الذكرى احتفاء خاصا ينسجم مع الذوق، ذوق العتبة العباسية المقدسة، ويطبق التوصيات الجليلة والكريمة للمرجع الأعلى السيد السيستاني. فأردنا أن نخطو خطوة لعل فيها جرأة نقول، وهو احتضان مؤتمر علمي عام، وكان في وقت الفكرة جاءت في وقت حرج، وكعادته سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية سماحة السيد الصافي هو داعم لكل جهد مبارك، وقال إن أدركتم الوقت، لأن هكذا مؤتمرات تحتاج وقت، ولعله الإعداد يعني حصل خلال 10 أيام أو أقل أو أكثر. اتصلت بأستاذنا جناب الدكتور عادل الديوي وقلت له لدينا فكرة في إقامة مؤتمر علمي، لأن نريد أن نوثق هذه الفتوى وجهود الملبين توثيقا خاصا هذا العام. أنتم تعلمون أن الفتوى وهذه الملحمة العراقية لا زالت تنتظر منا عطاء فكريا وعلميا نوثق هذه الملحمة من جوانب تخصصية أخرى. وجناب الدكتور يعني كان مستجيبا وقال اذهب وإن شاء الله نحن سنقوم باللازم، والحمد لله وشكر إن شاء الله. أعمال البحوث سترونها وستبتدئ إن شاء الله عن قريب، وباعتقادي هو عطاء ثر، ولعله إحنا سنسجل رقما قياسيا في عدد البحوث ونوعية البحوث التي ستقدم خلال يومين. يعني تقريبا أكثر من 48 بحث سيقدم، وأكثر من 53 باحث وباحثة من أفضل الأساتذة في الجامعات العراقية العزيزة. وسنبحث هذه الفتوى ودور المرجعية في بناء الدولة العراقية وأثر الفتوى في حماية المؤسسات العراقية وبناء المؤسسات العراقية وتعزيز المؤسسات العراقية، ومنها المؤسسات الأخرى مختلف المؤسسات سواء على المدنية والعسكرية، منها في 4 محاور: المحور الأمني والمحور السياسي والمحور الاجتماعي والثقافي وكذلك المحور القانوني والإداري. ونحن نراهن فعلا على مخرجات هذا المؤتمر التي نعتقد ستكون مصدرا مهما جدا للباحثين وللمثقفين وللدارسين على مختلف حقول معرفتهم إن شاء الله. وحقيقة نقدم الشكر العزيز والثمين للعتبة العباسية المقدسة بعنوانها المتولي الشرعي سماحة السيد الصافي والسيد الأمين العام جناب السيد مصطفى ضياء الدين وكل خدمة هذه العتبة المباركة الذين ما زالوا ومستمرون في دعم هذه الفرقة العزيزة وملبين لكل متطلبات هذه الفرقة ويحتضنون كل نشاطاتها.
وكذلك الشكر الجزيل إلى جامعة بغداد وأعني بجزئيتها كلية العلوم السياسية وعلى رأسها السيد العميد في دعم هذا المؤتمر، وشكري أيضا لكل الباحثين الذين تجسموا عناء السفر والعناء لكي يقدموا ما في جعبتهم خدمة للفتوى وأبناء الفتوى ولهذا الوطن العزيز، وشكري واعتزازي لكل الحاضرين في هذا المؤتمر، ونحن نعتذر من الأخوة الباحثين والكل إذا حصل عفو أو زلل، والعذر عند كرام الناس مقبول، فحللتم أهلا ونزلتم في قلوبنا سهلا، ونتمنى لكم إن شاء الله أحداث مؤتمر طيبة وخيرة. طبعا شكرنا واعتزازنا وتقديرنا إلى اللجنة التحضيرية، كل من رئيسها أستاذ المساعد الدكتور عادل عبد الحمزة التجيب، وأعضائها أستاذ الدكتور شوقي الموسوي، طبعا رئيسها عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، وأعضائها كل من الأستاذ الدكتور شوقي الموسوي عضوا معاون رئيس قسم المتحف في العتبة العباسية المقدسة، والأستاذ المساعد الدكتور أحمد عدنان عزيز كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، والأستاذ المساعد الدكتور أحمد الشيخ علي مدير مركز متابعة الأداء العام في العتبة العباسية المقدسة، والأستاذ المساعد الدكتور علي دريول محمد كلية العلوم السياسية، والمدرسة الدكتورة رنا عبد الحسين علي كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، والمدرس المساعد ابتهال مظهر علي كلية العلوم السياسية كما، وشكرنا وتقديرنا وامتناننا إلى اللجنة العلمية التي يترأسها الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض رئيسا عميد كلية الأعمال الجامعة، وأعضائها جناب الأستاذ الدكتور عباس رشيد الددع وهو عضو مجلس إدارة العتبة العباسية، والأستاذ الدكتور رياض طارق العميدي رئيس جمعية الكفيلة العلمية والفكرية في العتبة العباسية المقدسة، والأستاذ الدكتور أمل هندي قاطع كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، والأستاذ الدكتور أحمد عدنان كاظم كلية العلوم السياسية، والأستاذ الدكتور كريم ناصر حسين مستشار مركز العميد الدولي في العتبة العباسية المقدسة، والأستاذ الدكتور ابتسام محمد عبد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الأمير ضير كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد، والأستاذ المساعد الدكتور بثور حسين علوان كلية العلوم السياسية جامعة بغداد، والمدرس المساعد والمدرس الدكتور عفو فراس معن عبد الستار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البحث والتطوير. أكرر شكري واعتزازي وامتناني وأعتذر عن الإطالة، وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، وإن شاء الله موفقين لكل الباحثين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيادة حقة العباس طبقة عالية، وبقيادة حقة العباس شكرا لي السادة السيد محافظ كربلاء المقدسة، السيد نائب الأمين العام العتبة الحسينية المقدسة على تشريفهم وحضورهم معنا في افتتاح هذا المؤتمر. شكرا موصول باستكمال فقرات هذا المؤتمر لفقة العباس القتالية على هذه الكلمة المباركة. لازلنا وإياكم أيها الأعزة في رحاب المؤتمر العلمي الأول والذي يعقد تحت شعار الدفاع الكفائي عقد من العطاء والبناء في يومه الأول، والذي سيشهد في جلساته البحثية الأربع العنوانات الآتية: المرجعية الدينية وبناء الدولة العراقية، فتوى الدفاع الكفائي والسلم المجتمعي، فتوى الدفاع الكفائي والاستجابة الشعبية والوطنية، فتوى الدفاع الكفائي وبناء الأمن والسلام. ويختتم عريف المنصة يسلم الراية إلى السيدة رئيسة الجلسة بذكر مرجع الأمة سيدنا السيستاني واصفا عن لسان شاعر محب لآل البيت: هو نبعة الأطهار سادات الورى،
وشعلة التقوى مع الإيمان. هو أمة، هو آية، هو قدوة، هو صورة العظماء في الأزمان. هو عالم، هو عالم، هو زاهد، لم يكترث بحطام دنيا زائل بل فاني. البيت بالإيجار يسكنه، البيت بالإيجار يسكنه، ولم يملك عقارا شامخ البنيان. بفؤاده حزن هناك ولوعة، لا سيما في الموقف الإنساني. يبكي لآمر وما جرى، يبكي لآمر وما فيها جرى، ولموصل وإبادة البلدان. ورأت به حتى المسيح ملاذها، إذ إنه ذاك العطوف الحاني. حفظ العراق وصانه من محنة عصفت به من زمرة الطغيان. قد وحد الأطياف، قد وحد الأطياف في نهج له، ودعا لنبذ العنف والعدوان. لما رأى خطر الدواعش قد فشى بالقتل للأطفال والشبان، أفتى وجوب كفاية بجهادهم ليزيل شأفة عصبة الشيطان. لولاه مد البغي بسط نفوذه، لولاه مد البغي بسط نفوذه، إن لم يكن يبقى على إنسان. فأتت جموع، فأتت جموع لو نظرت خشودها لرأيتها كالموج بالطوفان. الله أكبر، أي فتوى زلزلت أمرا لداعش في الزمان وجاني. هي هيبة، هي هيبة للمرجعية لا ترى أهلا لها في حاكم السلطان. هو سيد إن كنت تنسبه فقل، ينمى إلى صدق النبي الثاني. رباه فاحفظ سيدا قد قام في أمر الهداة بصادق البرهان. وأدمه عزا للشريعة سيدي، وقه شرور طوارق الحدثان. المنصة إلى السيدة رئيسة الجلسة البحثية الأولى الدكتورة أمل الخزعلي والسادة الباحثين الأجلاء. شكرا لكم أيها الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.